بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان الاقتصاد الوطني التحديات والطموحات، الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز بجدة ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، والذي يأتي ليؤكد القدم الراسخة للاقتصاد السعودي، والتي جعلته يتبوأ مركزاً متقدماً بين الدول العشرين الأكثر ثراءً على مستوى العالم، متجاوزاً الأزمة التي عصفت بكثير من الاقتصادات العالمية. ويأتي المؤتمر ليترجم الرؤى الطموحة لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز لرفاهية الوطن والمواطن الذي يسكن وجدان الأب الكبير. أيها الحفل الكريم، خير بداية لنا آيات بينات يتلوها الطالب عبد الملك نبيل إدريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أصحاب السمو الملكي،
أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، صاحب السمو الملكي الأمير ميجرن ابن عبد العزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر يتحدث إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أستهل فعاليات مؤتمر الاقتصاد الوطني التحديات والطموحات في دورته الثانية الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، حيث يأتي دور هذا المؤتمر في إطار ما تسعى إليه جميع مؤسسات الدولة من الارتقاء وتطوير مستوى الاقتصاد السعودي بما يعود بالنفع على جميع المواطنين من خلال ما يتمخض عنه من توصيات ونتائج. فسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله، وكما ذكرت في أكثر من مناسبة، حريص على الاقتصاد الوطني للمملكة ودائما ما يحرص على تطويره للارتقاء بمكانتها اقتصاديا بالمجتمع الدولي، ونجد ذلك جليا من خلال تبوء المملكة مكانة اقتصادية عالية عالمية خلال دخولها ضمن مجموعة العشرين ورئاسة للعديد من اللجان الاقتصادية في المنظمات الدولية. أيها الحفل الكريم، زخر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المبادرات والمنجزات من أجل التقدم وبناء المستقبل الأفضل للمملكة وأبنائها، ويمكننا التأكد بأن تلك المبادرات والمنجزات استهدفت وتستهدف في مجملها خدمة المواطن والارتقاء به وتحقيق رفاهيته وتوفير كافة احتياجاته باعتباره محور التنمية. ومن هذا المنطلق جاءت المبادرات والخطط والاستراتيجيات والمشاريع الكبرى التي رصدت لها مئات المليارات من الريالات، حيث شهد القطاع الخاص نقلة نوعية في جميع مجالاته، فقد تم خلال الفترة القصيرة المنصرمة تشييد وإنشاء العديد من المستشفيات والأبراج الطبية وتحسين وتطوير المنشآت القائمة، وكذلك إنشاء العديد من الجامعات في عدد من المناطق، خاصة المناطق التي لا يتوفر بها جامعات، وأيضا إنشاء المدن الاقتصادية في العديد من مناطق المملكة الغالية، وكذلك ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من توسعة وتطوير لم يشهد لها التاريخ الإسلامي مثيلا. وختاما أشكر معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز ومنسوب الجامعة، خاصة منسوب كلية الاقتصاد والإدارة، على إقامة هذا المؤتمر، كما أشكر كل من ساهم في إقامة هذه المؤتمرات، خاصة مركز الخليج للأبحاث، وأشكر الجميع على حضورهم، وأتمنى لمؤتمركم هذا بحضوره المتميز التوفيق والسداد والخروج بتوصيات تسهم بشكل فاعل في مواجهات التحديات وتحقيق الطموحات لتعزيز موقع اقتصادنا الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ما تفتأ جامعة المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه
إحدى المنارات العلمية الكبرى في وطننا العزيز، تثري المجتمع بأبحاثها ودراساتها التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة ابن صادق طيب، مدير جامعة الملك عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول هذه الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، معشر العزيزين والعزيزيات، أيها الحفر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله ثم لحكومتنا الرشيدة على ما وفرته لجامعة المؤسس من مقومات العلم والتعليم والبحث والتفكر في كل التخصصات، تلك المقومات التي لا تقتصر على الإمكانات المكانية أو المرافقية من معامل ومكتبات وأجهزة وخلافها، بل ما هو أهم من ذلك في تهيئة الكادر السعودي المتميز والمدرب في شتى أنحاء العالم، حتى أصبح ولله الحمد منافساً ومبدعاً ومؤلفاً ومقوماً. ومن ضمن هذه التخصصات والكيانات التي حظيت بهذا الزخم من الإعداد والتجهيز كلية الاقتصاد والإدارة، أساس جامعة المؤسس التي تهتم بمجال الاقتصاد الذي هو عصب التنمية وخططها في كل بلد من بلدان العالم. من ذلك المنطلق كان من البديهي أن يكون الاقتصاد الوطني في لب فكرنا وسويداء عقولنا ودائرة معارفنا وحقول علومنا، فلا خير فينا إن لم نتصدى لكل قضايا الوطن الاقتصادي كل في مجاله وتخصصه. وها هي جامعة المؤسس ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة تتولى تنظيم هذا المؤتمر العلمي في نسخته الثانية من أجل تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الوقوف على التحديات لتجاوزها واستشراف الطموحات المستقبلية من أجل تحقيقها. أيها الجمع الفاضل، إن إخضاع الاقتصاد وكل تفريعاته إلى التحليل العلمي والبحث التطبيقي واستقراء الواقع وتحديد مكان من القوة والضعف كلها مقومات نجاح وعوامل تقوية لاقتصادنا الوطني واقعه ومستقبله، وكلية الاقتصاد والإدارة تنحو هذا المنح العلمي في دعمها للاقتصاد الوطني لإدراكها أن لا سبيل إلى اقتصاد معافى إلا عن طريق العلم الناضج والتحليل الدقيق والرصد الواقعي لكل المؤشرات والمؤثرات والعقبات والصعاب، بغية وضع استراتيجية واضحة المعالم للنهوض به بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة. وبما يجعل اقتصادنا الوطني ويتبوأ بكل جدارة المكانة الاقتصادية اللائقة إقليمياً وإسلامياً وعالمياً، مقتفين في ذلك خطوات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وسمو ولي العهد. صاحب السمو، ما أسعدنا في هذه الجامعة في هذه الليلة بتشريف سموكم الكريم لهذا المؤتمر راعياً ومدشناً ومحاضراً. إن تشريفكم لجامعتكم الأبية جامعة الملك عبد العزيز لهي قلالة شرف تزين عنق جامعة المؤسس، ووشاح تقديري يتوشح به كل منسوبيها ومنسوباتها، فلسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير. المشاركون الأفاضل، إن مشاركتكم القيمة في المؤتمر لها أبعاد ومدلولات تشكل إضافة حقيقية لدفع حركة البحث العلمي وطرح رؤى اقتصادية تتسم بلا شك في رفض محركات الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته ووضع الحلول لكل مشكلاته. فالشكر والتقدير لكم على مشاركتكم
آملاً أن يوفقكم الله في مداولاتكم ونقاشاتكم لكل ما فيه الخير للبلاد والعباد. والشكر لكلية الاقتصاد والإدارة عميداً ووكلاء وأعضاء هيئة تعليمية وغير تعليمية وطلاباً وطالبات على هذه الجهود الطيبة في التصدي لقضايا الوطن الاقتصادية وعلى هذا التنظيم المتميز لهذا المؤتمر. والشكر موصول لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة ولجميع أعضائها، كما أشكر مركز الخليج للأبحاث ممثلاً في رئيسي سعادة الدكتور عبد العزيز بن صقر على دعمه ومؤازرته، والشكر لجميع الجهات الراعية للمؤتمر، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع والمزيد من التقدم وخدمة قضايا الوطن الاقتصادية. أيها الحفل الكريم، أبى راعي حفلنا الكريم حفظه الله في هذه المناسبة إلا وأن يشرف جامعة الملك عبد العزيز بموافقته الكريمة على إطلاق كرسي في الجامعة باسم كرسي الأمير مقرن لإدارة الأزمات والكوارث. موافقته الكريم على إطلاق كرسي الأمير مقرن لإدارة الأزمات والكوارث بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين ريال على مدى 5 سنوات. فالشكر والتقدير والوفاء لسموه الكريم على هذا التشريف، واعدين سموه بأن نبذل أقصى الجهد ليكون هذا الكرسي بناءً في وضع ممارسات تطبيقية في مجال الأزمات والكوارث بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقاً من رسالة كلية الاقتصاد والإدارة في البحث العلمي وخدمة المجتمع، يأتي هذا المؤتمر العلمي الثاني بعد النجاح الذي تحقق للمؤتمر الأول. الكلمة الآن لسعادة الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عدد ما كان، ونشكره عز وجل بما سيكون، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة للكون. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله وسدد الله خطاه، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أخواني وزملائي أبنائي وبناتي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل التقدير والاعتزاز، يسر كلية الاقتصاد والإدارة أن ترحب بكم في مؤتمرها العلمي الثاني الاقتصاد الوطني التحديات والطموحات. هذا المؤتمر الذي ينعقد في بلد ينعم بالأمن والأمان في كل مكان وفي أي زمان، جعلها الله قلب العالم الإسلام الذي لا إيام إليه تتجه الأفئدة من العبادات ومنها تخرج الخيرات، في ظل حكومة رشيدة جعلت رفاهية المواطن اهتمامها والوسطية والاعتدال من مهامها، فكان الحوار تدعيماً لهذا الاستقرار. كان لهذا النهج المعتدل أثره على الاقتصاد الوطني، أكسبها ثقة المجتمع الدولي. حضرت الوسطية في السياسة النفطية فأصبحت المملكة المنتج المرجح. حضرت الحكمة في السياسة المالية والنقدية فأصبحت المملكة من حكماء العالم العشرون الذين يقودون الاقتصاد العالمي. وما أكثر حضورها في المسرح المحلي والإقليمي والدولي. من هنا تبرز أهمية المؤتمر ومحاوره الذي يناقش ويتباحث فيه نخبة من متخذي وصناع القرار وكوكبة مختارة من الباحثين ورجال الفكر والعلماء، المحاور المطروحة من خلال 18 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من زملائنا وأخواننا ومتخذي القرار، للتعرف على واقع الاقتصاد الوطني وما حققه من تطور في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية، وسعي الحكومة لتحقيق التوازن بين مكوناته وترسيخ ثقافة التنمية الاقتصادية. يهدف المؤتمر للوصول لأفضل التوصيات والاستفادة من المرحلة التاريخية ومن الوفرة المالية. باسمكم جميعاً نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة السامية الكريمة بإقامة هذا الحدث، ونتقدم لمقامهم من الشكر أجزله ومن التقدير أعظمه ومن الوفاء أبلغه. وكل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز لرعايته الكريمة الذي يتزامن انعقادها مع صدور الأمر الملكي الكريم بتقليد سموه منصب ولي العهد، فهنيئا لسموكم بهذه الثقة الملكية التي نعاهدكم معها على الولاء والطاعة. وافر الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رعاه الله لتشريفنا بقبول المشاركه والتحدث في هذا المؤتمر، كما لا يفوت ان نتقدم بخالص الشكر لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري لدعمه العمليه التعليميه ودفع حركه البحث العلمي التي تخدم قضايا المجتمع. الشكر موصول لصاحب المعالم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق الطيب على التوجيه المستمر والحرص والدعم الدائم وغير المحدود لأنشطة كلية الاقتصاد والإدارة. الشكر لأصحاب المعالي والسعادة والزملاء أعضاء التدريس المشاركين في جلسات الحوار ومن هم ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر، كما نشكر أخي وصديقي الشريك المنظم لمؤتمر الخليج للأبحاث ممثلا في أخونا العزيز الغالي أخي الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر على ما قدمه لهذا المؤتمر، كما توجه بالشكر لرعاة المؤتمر والداعمين له ولجميع اللجان المشاركين سائلين أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا البلد المعطاء وتحقيق طموحاته وتطلعاته. شكرا. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن للقطاع الخاص سعادة المهندس يحيى بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء راعي مؤتمرنا هذا، أصحاب السمو الأمراء، صاحب المعالي الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة المؤسس، أصحاب السعادة، أخواني وأخواتي الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف أن أقف أمامكم نيابة عن إخواني وأخواتي من القطاع الخاص، هذا القطاع الذي نما وترعرع على أرض هذه البلاد الطيبة منذ توحيدها على يد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومن بعده أبنائه البررة، وصولا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأنتم يا سيدي راعي حفلنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. لولا الدعم السخي والمؤازرة المستمرة التي حظي بها هذا القطاع من لدن قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة ما كان حقق كل هذه الإنجازات الماثلة أمامكم في جميع أنحاء بلادنا الحبيبة، وما كان ليستطيع الاطلاع بدوره في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا. أما عن إنجازات القطاع الخاص فيكفي القول أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي بلغت 59% لعام 2013، وحقق نسبة نمو 5.5%، ويستوعب هذا القطاع طبقا لإحصاءات وزارة العمل ما يزيد عن 7,350,000 عامل من العمالة الوافدة غير العمالة المنزلية. صاحب السمو، أصحاب السمو والمعالي والسادة، الحفل الكريم، وإذا اختارت جامعة المؤسس ممثلة بكلية الاقتصاد والتجارة والإدارة بالتعاون مع الشريك المنظم مركز الخليج للأبحاث تنظيم هذا المؤتمر تحت عنوان الاقتصاد الوطني التحديات والطموحات، فاستجابة لعنوان هذا المؤتمر
ومن أجل المحافظة على مكاسب اقتصادنا الوطني وتحقيقاً لطموحات قيادتنا الرشيدة، فأوجز بعض التحديات في نقاط سريعة، وكذلك بعض الطموحات التي ننشدها ونسعى إلى تحقيقها. في مجال العمل، إن القطاع الخاص حريص على توطين الوظائف انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية، ومن ثم فهو في حاجة إلى العمالة الوطنية الماهرة التي تناسب بيئة العمل، ولا سيما العمالة الحرفية، وهذا يستدعي توفير المعاهد المتخصصة بمساهمة القطاع الخاص. فليس من المقبول أن تكون نسبة البطالة بين شبابنا 12%، طبعاً طبقاً لمصلحة الإحصاءات العامة، في دولة تستوعب أكثر من 7 ملايين عامل وافد. ولذلك يجب وضع حلول آنية وأخرى استراتيجية لهذه القضية، مع مراعاة عدم الإضرار بالقطاع الخاص بفرض المزيد من القيود والرسوم. أما القطاع الصحي، والذي يعد من أهم قطاع الخدمات، والتي تنفق عليها الدولة ما خصصته في ميزانية هذا العام 108 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، ومع ذلك فإن عدد الأسرة بالمستشفيات نسبة إلى عدد السكان ما زال منخفضاً، حيث بلغت سريرين لكل 1000 فرد، فيما تبلغ حوالي 4 أسرة في الصين و8 أسرة لكل 1000 فرد في ألمانيا. وأما عدد الأسرة في غرف العناية المركزة فهي في وضع حرج. كما أن التأمين الصحي الإلزامي الذي انطلق في المملكة على العاملين في القطاع الخاص لم يشمل سوى 2.2 مليون مواطن من بين 7.8 مليون مؤمن عليهم، في حين ينتظر أكثر من 20 مليون مواطن الاستفادة من مظلة التأمين الصحي. لذا فإن القطاع الصحي يحتاج إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وكذلك فإن شركات التأمين بحاجة إلى زيادة وتحسين خدماتها، ويوجد ولله الحمد نماذج ناجحة للقطاع الخاص في النشاط الصحي، ولم يتردد مطلقاً في زيادة استثماراته في هذا القطاع. وهنا يأتي دور الأجهزة المعنية بتسهيل الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الحوافز له، وهذا ينطبق على الكثير من المجالات الاستثمارية الأخرى، وهي كثيرة ولله الحمد في وطننا الذي ينعم بالأمن والأمان بفضل عناية الله سبحانه وتعالى، وثم بفضل حكمة وجهود حكومتنا الرشيدة. صاحب السمو والحفل الكريم، إن مراكز البحوث في الجامعات الرائدة وخارجها تعتبر محركاً أساسياً لاقتصادات الدول، إذ تنير أبحاثها معالم طريق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم الحلول المبتكرة للقضايا في تناغم تام بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع. ومن هذا المنطلق، وأنتم يا صاحب السمو في رحاب جامعة المؤسس، أحد الجامعات الرائدة في بلادنا الغالية، ندعو تحت توجيهكم يحفظكم الله بأن تقوم مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية والعالمية المؤهلة والمستشارين الاقتصاديين المتخصصين بدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهمكم وتهم المواطنين، وعلى أن تنجز تلك الدراسات في مدة لا تتجاوز 9 شهور. وأنوه بأهمية تحديد محتويات تلك الدراسات من الجهات المختصة من القطاع الحكومي والخاص ومراكز البحوث، ولتقدم الحلول المناسبة لهذه القضايا على أنظاركم، تمهيداً لتحقيق الإنجازات الإضافية بإشرافكم الكريم وتحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز. وختاماً، صاحب السمو الحفل الكريم، إن القطاع الخاص يجدد العهد بالسير على خطى القيادة الرشيدة، ويلتزم ببذل كل جهد لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء
في سبيل الاحتفاظ بالمكاسب التي حققها وطننا الغالي الذي دعم القطاع الخاص، دام الوطن، دامت قيادتنا الرشيدة، ودام الشعب السعودي الوفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، إدراكاً من مركز الخليج للأبحاث بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية للوطن، تأتي هذه الشراكة بينه وبين جامعة الملك عبد العزيز شريكاً منظماً لهذا المؤتمر. الكلمة الآن لسعادة الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرب بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين راعي مؤتمرنا هذا، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب المعالي والسعادة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم هذه الليلة وللمرة الثانية خلال عامين هما الفترة الزمنية بين المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة وهذا المؤتمر الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث. وكان نجاح المؤتمر الأول دافعاً لتنظيم المؤتمر الثاني انطلاقاً من رؤية جامعة المؤسس في وضع البحث العلمي في خدمة المجتمع وقضايا التنمية. وبين هذا وذاك يقف اقتصادنا الوطني شامخاً متنامياً لا تهزه الأزمات المالية الدولية التي عصفت وما زالت تعصف بكبريات الاقتصاديات العالمية، والفضل في ذلك يعود لعناية المولى عز وجل ورعايته للمملكة العربية السعودية، ثم حكمة قائد خادم الحرمين الشريفين الذي يمتلك رؤية التخطيط السليمة والنظرة الثاقبة التي يتعامل مع المستقبل برؤية واضحة وجلية. كذلك يعود إلى ما يمتلكه الوطن من مقومات ومصادر طبيعية إضافة إلى أثمن العناصر ألا وهو الإنسان. أيها الحفل الكريم، إن هذا المؤتمر يركز على الاقتصاد الوطني من منظور التحديات والطموحات. من خلال 18 جلسة و52 بحثاً وأكثر من 100 متحدث ومناقش ومتداخل جميعهم يتناولون الاقتصاد الوطني، وهذا هو هدف المؤتمر. لكن من وجهة نظري لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الاقتصاد الخليجي، فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، وهذا ما ترجمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله في كلمته الضافية أمام قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 19 من ديسمبر من عام 2011، حيث قال أيده الله: لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقته الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقراننا وأمننا. لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر بإذن الله. وانطلاقاً من مبادرة ورؤية خادم الحرمين الشريفين، فإن الاقتصاد يعد حجر الزاوية في منظومة الاتحاد الخليجي المأمول الذي يستطيع أن يكون نموذجاً لتحقيق طموحات أبناء دول الخليج
ويدرأ المخاطر، وبطبيعة الحال لن يتحقق التكامل الاقتصادي إلا في وجود مناخ من الأمن والاستقرار والقدرة على الدفاع عن دول الخليج في ظل التحولات الإقليمية والدولية. في قناعتي أن هذا المناخ المتكامل الذي تأمل فيه دول الخليج لن يتحقق إلا تحت مظلة الاتحاد الخليجي العربي، الذي سيكون بمثابة المظلة المنيعة وحائط الصد القوي الذي يحقق للدول الخليجية الرفاه والتنمية المستدامة والأمن والاستقرار والقدرة على الدفاع عن مقدراتها ومكتسباتها وحفظ حدودها وصيانة وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها، بعد أن قطعت هذه الدول مرحلة من التعاون في ظل منظومة التعاون الخليجي التي حققت الأهداف المرجوة منها في المرحلة الماضية وأسست المرحلة الأهم وهي مرحلة الاتحاد لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، وقبل كل ذلك تلبي الطموحات الداخلية لشعوب دول الخليج التواقة للاتحاد، لأنها في الأصل شعب واحد تربطه أواصر الدم والقربى والتاريخ والمصير الواحد والتحديات والطموحات المشتركة. إن صيغة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت تناسب مرحلة التأسيس قبل أكثر من 33 عاماً حينما أسس، لكن المتغيرات تجاوزتها الآن، ناهيكم عن تحولات المستقبل. لذلك لا بد من الاتحاد لكي تجد هذه الدول نفسها في الموقع اللائق بها على خريطة العالم. أخيراً، أمنياتي المملكة العربية السعودية وطننا الحبيب ودول الخليج المزيد من التقدم والازدهار، وللاتحاد الخليجي العربي بالظهور إلى حيز الواقع قريباً، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية البحر. هدية البحر منذ الأزل، والعروس جدة ببيوتها البيضاء الجميلة المبنية بالحجر المنقبي المواشاة بالرواشين المصنوعة من خشب المجنو، تبدو وكأنها عروس كحلاء بثوبها الأبيض وهي تزف إلى خاطبها البحر وهو يمهرها أثمن الدرر والمحار. هدية البحر لعروسه لؤلؤة المعارف كلية الاقتصاد والإدارة. التي جعلت عزمها في شراعها الفواح بعبق الأصالة لتصل به إلى مراتب العلا. الآن يا صاحب السمو تفضلوا بتكريم المشاركين في تنظيم المؤتمر والرعاة. مجموعة بن لادن السعودية، شركة المستثمر للأوراق المالية، البنك الأهلي، مجموعة فوكس للدعاية والإعلان، مؤسسة المدينة، بادجت، باسم الله نبدأ قبل.
تصنع الدنيا ولم تاد القمم. قد رسمنا بالهدى قبل القلم صورة الأمجاد مفتاح الأمم. منك جامعة الملك عبد العزيز، منك جامعة الملك عبد العزيز، بيرق الشكر لأمي وأبي، باهما زادي وعلمي مشربي، وطريقي سيرة الهادي النبي والسعودية. وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول هدية تذكارية من جامعة الملك عبد العزيز، يقدمها معالي الأستاذ الدكتور أسامة ابن صادق طيب مدير الجامعة. في الختام نسأل الله تعالى أن يديم على وطننا أمنه ورخاءه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.